الأكاسيا بريتونوس أو الأكاسيا. يعني الأكاسيا دي نوع من أنواع الشجر دائما خضرة، تمام، بيطلع الورد تحفة. ده طبعا الورد ده بيجذب حشرات كتيرة وغزل النحل وغزل كل حاجة. شجرة بتقاوم الجفاف، كويسة جدا للأماكن الساحلية عشان بتقاوم برضو الملوحة اللي في الجو والتربة، مش محتاجة سقي. أو معظم الأكاسيا كلها يعني مش محتاجة اعتناء جامد. طبعا المظهر تحفة، ده بيبقى لما الشجرة بتتحط في مكان مشمس بتطلع التزهير الجامد ده. الأكاسيا ديت الريتينويدز دي دي مش ورق، دي حاجة اسمها فيلودز. الفيلودز دي هي البيتيول بتاعت الورقة، ساعات بتلاقوها في آخرها ورقة، يعني دي مش ورقة، دي الساق بتاعت الورقة اللي بتحمل الورقة. يعني لو روحنا مثلا لنبات طبيعي، اخد هايبسكس زي ما انتم شايفين، دي البيتيول الحتة دي، اما دي الورقة. النبتة دي بقى لما بتتزرع من عن طريق البذور في الأول بيبقى شكلها ورقة عادية وبتطلع الورق في الآخر، بس أول ما بتمتشور وبتكبر بتبقى توصل طولها الأصلي، تبتدي البيتيول دي أو الساق بتاعت الورقة تتحول لإيه، هي الورقة، وبتخسر إيه، الورقة الأساسية دي. معظم أنواع الأكاسيا بتعمل الموضوع ده. الأكاسيا مشهورة بالورد البلوموز ده أو المستدير، هي والموموسا، بيسموها ساعات موموسا الأكاسيا. طبعا دي معطى لحيوانات كتيرة ومفيدة جدا، وبتقاوم زي ما قلت الحرارة والتربة، مش أفضل حاجة يعني. ديت ممكن تتزرع كفورست، كغابات في الصحراء، بتبقى هي بتفتح مجال للنباتات التانية إن هي تعيش تحتيها، عشان دي زي ما احنا قلنا دي او زي ما انتوا كنتوا تعرفوا مثلا ان هي ايه، دي بتحسن نسبة النيتروجين في الارض، عشان دي من نفس عائلة الليجومز او اللي هي الفوليات وكده. ففي نوع من البكتيريا المفيدة بتعيش على الجدر بتاع النبتة دي، بتحول نيتروجين، هوا بتاخد الهوا من الجو نيتروجين وتحوله ايه، نيتروجين، فبتسمح فرصة للنباتات الجديدة ان هي تنمو. ديت من 6 متر ل 10 متر طولها الإجمالي، بس هو في العادي بتبقى شجيرة خفيفة لو ما اتسقتش او ما حدش اعتنى بيها. دي الخشب بتاعها من افضل انواع الخشب، ويصلح يتعمل بيه فازات ويتعمل بيه حاجات حلوة، يعني هي دي البذور بتنمو في حاجات زي كده، وبعد ايه بتفتحوها ايه بتاخدوا ايه اللي جوه. انا هحاول ادور لكم على بذره، ما علينا. فهي بذره صغيره عامله زي بذره العدس كده بالظبط، دي بتتاخد وتزرعوها بقى في صواني، وبعديها لما تكبر توصل لحجم معين تدلوها بقى في اصاري مختلفه او في اكياس تشتيل. بس ديت مش محتاجة سقي خالص، ممكن أول بس سنة سنتين سقي يعني طبيعي جدا، قليل جدا، وبعديها تعتمد على نفسها. يعني الشجر ده مظنش ان هو اتسقف بقاله مثلا 10 سنين مثلا، وزي الفل، هو جميل جدا، عايش على الندى والمطرة الموسمية. يعني زي ما انتوا شايفين، هحاول اوريكم اللي احنا ايه الجو اللي احنا فيه دلوقتي. دي الشجرة زمان، احنا دلوقتي على السواحل الشمالية بتاعت مصر، فزي ما انتوا شايفين مفيش أي حاجة بتنمو غير الأعشاب الضارة والكلام ده. بس فإنك تكون إنك تلاقي زرعة زي كده غير سقي أصلا، حاجة جميلة جدا.
دي الزهرة بتاعتها جميلة جدا. دي لو اتلقحت بتعمل البذور، تقدروا بقى تاخدوا البذور دي تزرعوها في أي مكان. طبعا زي ما انتوا سامعين دي صوت العصافير، يعني فالعصافير بتعشش عليها، وهي شجرة مضللة أصلا جميلة جدا، والخشب مفيد، بس هو عيبها الوحيد إن جدرها قوي، فما تزرعهاش جنب اسمه ايه، جنب صرف أو جنب أي أساسات، حاولوا تبعدوها عن الأساسات يعني. اسمها اكاسيا ريتينويدز، او معروف المشتل بالاكاسيا، بس طبعا الاكاسيا ديت يعني فيها 1600 صنف. ديت مطونة اصلي من الاستراليا، معظم الاكاسيا برضو موجودة في استراليا، تقريبا 1500 بس مش متأكد، يعني لا 350 350 صنف موجود في استراليا، يعني حاجة كمية مهولة. بس ديت اصلا من زي ما قلت من استراليا، من مكان اسمه فيكتوريا، وموجوده برضو في تسمانيا، برضو في استراليا وكذا حته، بس ابتدت تنتشر يعني حول العالم بسبب الورد، خاصة ان هي بتستحمل الملوحة والجو الوحش والصحاري وكده. ومشكلتها برضو التانية غير الجدر، برضو نسيت اقولها لكم، ان هي ايه انفيسيف، يعني انفيسيف يعني نبات دخيل، هي دي مش موطنها الاصلي من مصر. طبعا بالنبات الدخيل ده معناه ايه، ان هي ايه زي ما قلت لكم، مش محتاجه سقي، مش محتاجه اعتناء، مش محتاجه تسميد، فالبذور لما تبتدي تنتج بذور بتنتشر بسهوله جدا، فده برضو بيبقى حاجه وحشه يعني. هي مش نبته، مش من الايكو سيستم بتاع مصر يعني، ولا الحيوانات متعود عليها ولا اي حاجه، فديت بتحارب بقى النباتات بقى الأصلية، بس بتحاربهم على غذاء، بتحاربهم على مية، فما بتديش فرصة، أو شمس بتحاربهم على شمس، فما بتديش فرصة للنباتات الموطنها أصلا في مصر إن هي تعيش. بس غير كده يعني، هي لو راقبتوها بس واتألمت في الوقت الصح وخدتوا بالكم منها يعني إن هي ما تنتشرش، يعني هي نبات كبير يعني مضلل وبس. اسمها اكاسيا ريتينويدز، الورق بتاعها جديد جميل جدا، زي ما قلنا ده مش ورق، ده يعني ورقة معدلة، يعني هي مش دي الساق بتاعت الورقة. هوريكم بقى اخر مرة الورد، تحفة زي ما تحفة، بتجذب بقى النحل وبتجذب الفراشات معلش، والعصافير، يعني جميلة، هي مفيدة، بس مشكلتها ان هي ايه جدرها قوي عشان طبعا تجيب المية وكده، وان هي محتلة يعني نبات محتل، عشان سهل ينتشر جدا يعني. يعني انتوا متخيلين كل وردة من دي هتعمل مثلا من 10 لـ20 بذرة، كل وردة انتوا متخيلين الكمية لو تلقحوا يعني. فبس يعني دي ممكن تتزرع بقى في الشوارع، مش هتحتاج سقي، وممكن تتزرع في مكان صحراوية على الطرق الصحراوية. بس هو يعني لازم ننتبه، تتسقي بس في ايه اول سنة سنتين بس، عقبال ما الجدر يشد بتاعها، بعديها خلاص